اهلا بكم، يا مرحبا. بيك مرحبا لاباس، عنا، بيك تفضلوا. بيك شراكم سلام بخير؟ لاباس الحمد لله. الله وانت سي محمد؟ لاباس سي مصطفى سي كريم؟ لاباس. الله يسلمك، شرفتونا اليوم اللي جيتوا لعنا هنا في ساتارنو. سي لامين، جيناك لساتارنو باش نطرحوا عليك ونستشيروك في موضوع مهم. ماذا بينا تسمعنا وتعطينا رايك؟ جينا نخبروك باللي المناضلين كونوا منظمة ثورية. منظمة ثورية جديدة؟ منظمة ثورية جديدة تسعى لتفجير الثورة، وشفنا باللي قادر تكون على رأس هذه المنظمة وتتكلم باسمها. بحكم واش؟ بحكم أنك عندك ماضي سياسي. تاريخك النضالي؟ كما قال سي مصطفى، تاريخك النضالي، سمعتك. أنا لا صبر من فم، تحوسوا علي أنت الدفيش. سي لامين، ما تاخذهاش بهذه القراءة، تاخذهاش من الموضوع. هذه ضرورة التنظيم، لازم يكون مسؤول سياسي، مسؤول عسكري، وقيادة، وحنا جينا من هذا الباب. رانا نشوفوا فيك قادر تكون قائد هذه المنظمة الثورية. أشكركم على هذه الثقة اللي درتوها فيا، ولكن هل الشروط موفرة في هذا الوقت؟ سي لامين، الشروط راهي موفرة قدر الإمكان. شيء نقدروا عليها أنا موفرينه سياسيا وتنظيميا وعسكريا. صح، نقولها لكم بكل صراحة، ما نقدرش نحكم الترومارش، هذه ماهيش من العقلية نتاعي أنا. والله سامحوني، راكم أحشرتوني، يا إما نمشي معاكم بعيني مغمضين، يا إما قدام الشعب يشوفني كيشغل ضد الثورة المسلحة. نخمم، خلوني نخمم. خذ وقتك، خمم. تفضلوا يا جماعة، ما عندناش الوقت، ساعتين ونتفرقوا يا جماعة. يا جماعة نبدأ مباشرة، ندخلوا مباشرة في الموضوع. اليوم لازم نحددوا اسم التنظيم ووقت اندلاع الثورة. ترى نبداو بشي سهل. اسم التنظيم. اسم التنظيم لازم تجوزوا حركة الوحدة والعمل لكلوة كاسم، لازم يبقى كمحتوى فقط. إذا لجنة الوحدة والعمل تنتهي مهمتها اليوم؟ تنتهي. لجنة الوحدة والعمل تنتهي مهمتها اليوم. خلاص، ولا واش قلت سيكريم؟ كامل مزية، خليوني من هذه الأسئلة. منطقة بلاد قبائل راهي كلها مجلدة وما ترجعش للنور، باسم هذا التنظيم ولا بغيره. لازمنا نكونوا تنظيم قوي يخلق مع الثورة ويكبر معها. عطونا اسم. اسم، واش رايكم اقتراح حزب الثوار؟ الحزب اسم شويه اقتراح. انا اقترح حركه التحرير، بالنسبه لي كلمه التحرير لازم تكون في الاسم. حركه التحرير. التحرير الوطني، ماشي خير؟ حركه التحرير الوطني. شوفوا يا جماعه، جبهه الاستقلال الوطني، جبهه حزب كل الأحزاب. جمعنا. لكن تفضل في مكان الاستقلال نديرو جبهة التحرير، لأن الاستقلال يجي نتيجة التحرير، وإحنا رايحين نقوموا بعمل تحرري. أنا في رأيي الجبهة لازم تكون في الاسم، كلمة جبهة لازم تكون في الاسم. متفقين. هكذا راح نفتحوا البيبان لكل المناضلين مهما كانت انتماءاتهم السياسية. هكذا، والأحزاب ما راح يلقاو لنا حتى عذر. خلاص نقدروا نقولوا جبهة التحرير الوطني. جبهة التحرير الوطني. لو فرون دو ليبراسيون ناسيونال. لو اف ال ان. فرون دو
ليبراسيون ناسيونال. جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني. لارمي دو ليبراسيون ناسيونال. لا ال ان. هكذاك الثورة يكون عندها زوج ركائز. واحدة سياسية والأخرى عسكرية، وهذا الشيء لازم يكون معروف من النهار الأول. بكل يعرفوه، هنا والخارج، باللي جبهة التحرير راح تقود النضال السياسي في كل الميادين، وجيش التحرير يقود النضال العسكري في الميادين. أنا راني مع سي مصطفى، لكن العمل العسكري المباشر لازم يسبقه بيان. بيان يتوزع على الشعب ويسمع به العالم. بيان. لازم بيان. اون بروكلاماسيون. خلاص. ما ننساوش باش نرسلوا البيان لخاوتنا بالقاهرة، باش ينشروا البيان على كل العالم. ولازم شعبنا يعرف هذا البيان، أهدافنا ومواقفنا، ويتعرف علينا احنا، ما لازمش ننساو بلي الشعب ما يعرفناش يا جماعة. صح. وهكذا نخرجوا للعلن، ونتناو من مشكلة اللي تضى فيش. متفقين. نتكلف أنا يا وديدوش وبن مهيدي بكتابة البيان. من هكذا من قلنا غادي نحددوا موعد تفجير الثورة. أنا أقترح يوم 15 أكتوبر. انا في رايي يوم 15 نظن يوم 25 هكذا تكون عندنا 10 ايام نقدروا نوجدوا فيها ارواحنا وما تنساوش يا جماعه السريه. يظهر لي يوم 25 اكتوبر ما عندوش رمزيه كبيره، لازم لنا التاريخ يبقى في عقول الناس. مثلا يوم اول نوفمبر يظهر لي باللي هذا اليوم هو عيد الموتى عند المسيحيين. عيد الموتى يا جماعه هو اليوم الثاني، وانا راني موافق السكرين يوم اول نوفمبر. متفقين. المهم يا جماعه نروحوا، راه الوقت. واش رايكم لو كان نروحوا كيما رانا في 6 ونديروا صوره جماعيه نخليوها ذكرى. Allô, général Cherrière. Oui, il y a sur mon bureau un rapport des RG, et puis vos jours qui paniquent. Le général Morin vient de me le confirmer. Rien à signaler, tout est calme dans le bled. Et le gouverneur général a été d'accord pour différer le transfert de la DIAP, dont les paras doivent incessamment embarquer pour l'Algérie. Non, d'accord, merci. Oui, bonjour, général Cherrier. Ah oui, merveilleux ce temps. Un temps à aller à la madrague. Ah oui, 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 tout va bien. Non, non, rien à signaler. Ah, ouvrez l'œil à Oran. Oui. Oui, j'en ai parlé avec le gouverneur Léonard et Chevalier. Oui, je viens de les avoir au téléphone. Je crois que nous nous sommes un peu trop affolés. C'est une fausse alerte. Ici la permanence, j'écoute. Oui, bonjour au téléphone. Oui, monsieur le directeur. Alertez par téléphone ou par message tous les commissaires des renseignements généraux. Conférence générale dans mon bureau demain matin à 9h. Bien, monsieur le directeur, ce sera fait.
لقاو هيا كل واحد يخير القش اللي يجي قدام هيا تحركوا بشير انا امسي مصطفى شحال مازلنا السلاح السلاح راه تبقى حوالي 60 بندقيه موزر ستاتي وبعض المتفجرات كذلك هذا مكانه لك على بالك يا سي مصطفى شويه بعثنا المنطقه الثانيه تمام المنطقه الرابعه وحتى المنطقه الخامسه من روحنا لها اي